الجوية، واليوم شاهدناه سجلت هاتريك. نهدي هذا الفوز، بسم الله، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نهدي هذا الفوز لجمهور نادي القوة الجوية. ان شاء الله هذا الانتصار منها للاعلى. طموح الفريق هذا الموسم اللقب ان شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله 3 نقاط إضافية، وألف مبروك لنادي القوة الجوية، إن شاء الله اللقب. عفوا. ثاني الفريق هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سبب الخسارة أول شيء إنه فريق جديد، يعني نادي جديد، مثل ما كنا يعرف النادي الجارد أسس قبل الدوري بأسبوع فقط، عدم تناسق بين اللاعبات لأنه ماكو تمارين كثيرة، فهو هذا سبب الخسارة، وإن شاء الله نعوض القادم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز القوة الجوية، فريق كبير ولاعبات على مستوى عالي، كادر على مستوى عالي. حقيقة اليوم نوعا ما احنا راضين عن الاداء، لان النتيجة يعني فريقنا ما متمرن، ما عندنا وحدات تدريبية غير فقط بس الخميس تمرنا، وعندنا تعزيزات جديدة، اللاعب الباحة وصلت، اللاعب الايرانية معصومة اليوم شفناها، يعني لاعبة جيدة بس ينقصها بعض اللياقة، وإن شاء الله التوقف هذا راح يصير من جانبنا، ونعيد أوراق الفريق ونحقق مستوى يليق بسمعة النادي، لأن النادي مطالب بنتائج جيدة من ضمن الأربعة، إن شاء الله ننافس على الأربعة اللوائل إن شاء الله.